لو انا فيا اشترك في نجوم بلا حدود عن اي فئه غير فئه كوميديا، ممكن اكون مثلا سينما او اديوكيشن. اذا ما كنت في فئه السينما، اكيد راح اكون في فئه البوبينج. هاي رقصه البوبينج. بهذا البرنامج اذا ما اشتركت عن فئه الرياضه، ممكن اشترك عن فئه السفر، لانه عندي اصلا بقناه اليوتيوب عندي اكثر من فلوج انا عامله على السفر. لو ما كنت مشتركه عن فئه السفر والمغامره، ربما كنت راح نشترك عن فئه الشعر. كنت اشتركت بالرسم، انا برسم ماندالا وهالقصص، يعني هيك شغلات مهضومه. لو فيني اشترك فئه ثانيه غير فئه الرسم، فئه الرقص. لو ما كنت مشتركه عن فئه الويلنس، كنت بنقي او الطبخ او الغناء. لو انا مش في نجوم بلا حدود دلوقتي، كان زماني في مصر في المدرسه بتاعتي، شغال في المدرسه بتاعتي. لو كنت مو موجود في برنامج نجوم بلا حدود الان، ممكن اكون تزوجت. لو ما كنت ببرنامج نجوم بلا حدود، هلا كنت عم اقدم امتحانات وكنت كمان عم بعمل امسيات شعريه بالبلد. لو ما كنت فنانه وبغني، كنت بحب كون مدرسه موسيقى. لا، لو ما كنت مغنيه، بتخيل ما بدي افكر اصلا لو ما كنت مغنيه شو بدي اكون، يعني لانه كثير حابه المجال اللي انا فيه، يعني هو احسن شيء فيي اعمل. انا لو ما كنتش بشتغل شغلانه بشتغلها، كان زماني كذا حاجه، ثيرابيست او طباخ او عندي شلتر حيوانات. لو ما كانت تي في هوست وإعلامية، بضلني اختار شيء له علاقة بالتلفزيون، له علاقة بالناس، يعني بحب كون نجمة استعراضية مثل شريهان ونيلي، هيدا الستيل يعني. إذا اليوم أنا بدي أعمل حملة توعية عن موضوع معين بالصحة العقلية، بتخيل بختار الستريس، لأنه أنا حدا بيصير ستريس يعني بشكل يعني بسرعة. فيك بالبوست برودكشن تحط كريكتس. لو هعمل فيديو شوكيس أو أظهر حاجة من المنتل إلنس، طبعاً كلهم، بس ممكن أختار سكيزوفرينيا. بحس إنه ده من اكثر الامراض العقليه اللي مش مفهومه او الناس مش قادره تفهم، لانه في الاخر اي منتل هيلث مش بس المريض، لكن الانفايرمنت اللي حواليه. بختار فئه الرياضه، وضمنها بعالج مرض الستريس، لانه هو مرض العصر يعني. فانا لانه بعتقد وبامن انه الرياضه هي الستريس ريليف للانسان، وبتفيده يعني، بتفيد صحته، بتعطيه شيء حلو وبتفيده بهالموضوع. 3-1. الطريقة الصحيحة لاتباع نظام أكل صحي، في كتير أنواع من الأكل بتأثر بكل شيء على جسم الإنسان. هلأ عودة للمنافسة مع سمر أنطون من لبنان وعن فئة الويلنس، والكل متوقع وناطر يشوف قدي رح تستفيد سمر من موضوع التحدي الصحي. أنا هلأ دوري على المسيح، العلامات مش منيح أبداً، خايفين ما يوصلوا المسج، فما بعرف بعد. بتوقع بالستينات مثل العادة. أنا مقسمة الفيديو تبعي بطريقة واضحة، ما بعتقد في شي بعلقه عليه، يمكن لقطات، يعني يكون في لقطات بطيئة، ما بعرف. بدنا نسأل وائل، في تحسن أو تغيير بأداء سمر؟ طبعاً، هي طول عمرها متحسنة، المحتوى حلو قوي، لأنه هو في من أكتر الفئات المفروض في المنتل هيلث، أنه كنت متوقع من حاجة هي الويلنس، لانه صفاء الذهن والمخ وكده. كونتنت حلو جدا، الجماليات حلوه، اتس ريلي جود فيديو. اكيد سمر دايما لايك، دايما يعني 5 لايك. من الاشخاص اللي عن جد عم يبين التقدم، واضح قد ايه حلو دايما، يعني الفيديوز اللي بتعملهم مفيده، فيهم معلومات مفيده منظمه،
نحن بتفيدنا. اللي لفتني اكثر شيء العشبتين، ما بعرف منين بدي الاقيهم، كان بدي اسالها عنهم لانه انا بيعني لي هيك مواضيع. من وين بدي الاقي العشبه الكافا؟ اورجانيك ستور او ستور الاعشاب يعني. اوكي. انا اكثر شيء بيلفتني بسمر كميه البحث الريسيرش اللي بتعمله على كل موضوع. هلا يمكن شوي اذا بدنا نكون عادلين يعني يمكن على الفئه تبعك ساعدك ايه انه ويلنس والمنتل هيلث والصحه لهيك، بس انا حبيت الفيديو لا يمنع يعني من انه الفيديو حلو. خلينا نشوف شو رح تاخدي على 75 يا سمر. 58. مع 58 بتكوني بالمرتبه الثالثه سمر. يعني بالنسبه للعلامات الباقيين يعني ماشي الحال، بس انا هلا عم نتقدم اكثر فلجنه الحكم اكثر عم بتدقق بالتفاصيل وهيك، فانه بعتبرها منيحه يعني ماشي الحال. اكيد بستفيد على طول من كل التعليقات وباخذها يعني كطريق لاقدر يعني اعمل فيديوهات احسن. كثير مبسوطه اني سيف وما رح اظهر هالجمعه. اكيد الاسبوع الجاي هو اصعب من هالاسبوع، فان شاء الله خير. انا اخر وحده راني طالعه على المسرح، العلامات كانت بزاف نازله فراني خايفه بزاف ومتوتره وراح نشوف شنو هي العلامه تاعي. مع نور ابراهيمي من الجزائر منشوف كيف حب المغامره والسفر بيساعدوا بتحسين الصحه النفسيه. وائل، كان هالفيديو مناسب لموضوع وفاءه نور؟ هو اكيد مناسب لانه للسفر 7 فوائد، منهم الصحه النفسيه اكيد وتغيير المنظر والى اخره. اللي عجبني في الفيديو طبعا في الجماليات اخر كادر اللي هو مع السانست وبتاع، بس نور من الناس اللي بداوا بدايه قويه جدا، وحسيت انه الفيديو يعني مش قادر اخد منه لا حق ولا باطل، فاهمه قصدي؟ فين الاكل؟ فين الـ 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 الحتت اللي هي اللي فيها الاشجار الكتير؟ الـ 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 الفيديو ده ما ادانيش اي انفورميشن لا فيجولي ولا فاكتس ولا حقائق. يارا بتوافقي وائل رايه ولا تحمست تروحي على الجبال؟ احنا بكفي نقول جبال، ليش في احلى من لبنان اصلا؟ مش احلى من لبنان طبعا. في اشياء اهم من الاكل، يمكن هيدي نظرته اكيد بس في اشياء شفت الشمس، البحر، حدا هيك عم بيغني وعم بيمزح معي عم يعطيني جو، فحسيت في هيك انه لما الواحد يكون منه مرتاح في هيك حدا يعطيه امل، في حدا شوي ضحكه، الهواء، الطبيعه، يعني هيدا الاشياء الاهم. يعني بوافق وائل، انا حسيت الفيديو مش عم تحكي عن الصحه النفسيه، حسيتك عم تعملي دعايه لجبال وما انه غلط. كان فيك تقولي مثلا اللي مش بلبنان توضحي اكثر انه لما تكونوا بحاله نفسيه مش كثير منيحه فيكم تروحوا على الطبيعه، اذا ما في بمدينتكم بحر روحوا على محل فيه خضار، اذا ما في هيك روحوا. عرفتي كيف حسيت؟ بس انه حاولت في التحدي يكون الرساله تبعك تكون شوي اوضح. على 75 51 ما بعرف، خلينا نشوف الترتيب. الخامسه منيح. Yes. حلوه المرتبه الخامسه الليله نور. Yes. ما هيك؟ شكرا لك. ثانك يو. شكرا. نور ابراهيمي ما علقتش على الاكل بس، انا بتكلم على انت هتودينا جبال فشو اس نيتشر. فين الناس؟ فين السوق الكامل؟ هي جابت شويه ضعضع كده من السوق وتمشت، وكل الفيديو هي عماله تتمشى وحتى الحمام ما لحقته قبل ما يطير. مع محمود أشرف من مصر منشوف قد ايه مفيد الضحكة من القلب لصحة الإنسان النفسية. أنا دلوقتي الدور على المسرح الثالث، فمش مش قادر أحكم بالضبط اللجنة النهاردة بتدي درجات حلوة ولا لأ، لأن مفيش ناس كتير فوقي. متوتر شوية بس واثق من الفيديو بتاعي وإن شاء الله هجيب اللجنة. هما اوقات بيدوا درجات للكل عالية وأوقات للكل واطي، بس لو بصينا على الرينج ممكن أطلع الرابع. لو كلموا معايا في نقطة إن أنا لسه زي ما أنا بتكلم وبقدم السكتش كوميدي عن طريق كلام، فهوضح لهم إن ده أصلاً الستايل بتاعي اللي أنا دخلت بيه البرنامج واللي الجمهور بتاعي جابني بيه هنا، فأنا دوري هنا إن أنا أطوره مش أغيره، لأن في الأول وفي الآخر أنا جيت بجمهور لازم أرجع بيه وأكتر. حتى لو أنا مشيت المرة دي فأنا راضي عن الفيديو بتاعي وراضي عن اللي أنا قدمته وهرجع مصر أقدم أحسن وأحسن وأحسن، لو ما مشيتش فأدينا مكملين. وائل راضي اليوم عن محمود؟ الحقيقة أكيد لا.
راشد لما طلع في الدور ده انا كنت مستني البانش لاين بتاع ليه انت موظفه في الفيديو كدور ست. انت عامل مونولوج وده الفيديو رقم يمكن 4 أو 5 عامل فيها مونولوج وبتكلم حد في نفس الفيديو صح؟ لان انا اصلا الستايل بتاع الكوميديا بتاعي هو الستايل ده. البرنامج ده فرصه انك انت تطور من نفسك وتشوف اسبيكتس تانية مختلفه عن الكومفورت زون بتاعك. السكريبت بتاعك طول عمره حلو بس ما ضحكنيش او ما خدمش الفئه. يعني انا بالعاده بتضحك على فيديوز محمود، هالمره قد ما يعني دخل وطلع ودخل وطلع بكذا موضوع وما فهمت شيء من الفيديو، انه لو مش عارفه مسبقا انه هو عن الصحه العقليه او الصحه النفسيه ما كنت حتى فهمت شو. لو انت عم تحكي بس هيك مونولوج لحالك وراك لوح اسود او لوح ابيض كان نفس الشيء، فلا الفكره يعني كانت واو ولا ما وصلت ولا السكريبت يعني النص كنت عم تدخل وتطلع ما فهمت بوضوح شو الرساله اللي بدك. شكرا فايا، وصلت فكرتك. يارا قدر يضحكك الليله محمود؟ اكيد لا، اذا عم نحكي ككوميك لان نحن دائما محمود من اول ما بلش بتذكر انا ها 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 انا فايا بتطلع ضحكتنا، يعني عن جد عبالنا هيك نضحك مثل اول برنامج. اللي حبيته بالفيديو محمود الموضوع، المحتوى كتير حلو لانه موجود عم نشوفه، في للاسف في ناس كتير هيك، يعني هيدا اللي بس علق بذهني بهيدا الفيديو، غير شيء ما كتير. شكرا لكم. تنشوف العلامه المناسبه لمحمود على 75 عن فئه الكوميديا 33. يعني كل مدى اقل الحمد لله في تطور. علامه غير مرضيه بالمره، بس في الاول وفي الاخر دي وجهه نظر لجنه الحكم. انا من الاول وانا عارف ان الستايل اللي انا بقدمه مش واصل للجنه، حاولت اغيره فتره وخدت درجات عاليه، بس رجعت قلت لنفسي ان انا وصلت للبرنامج بالستايل المعين اللي الجمهور بيحبني بيه، فانا لازم اطور من الستايل ده فما غيروش حتى لو كان مش راضي اللجنه. يعني المره فاتت انا قدمته وما عجبش اللجنه ونزلت محطه خطر، بس الجمهور هو اللي طلعني، فانا بحاول ارضي الجمهور قبل اي حاجه. وصلنا لمرحله في المسابقه ما ينفعش ان احنا نعمل فيديوهات اقل من المستوى العادي، يعني فاهم، مونولوج وخلاص، تعودنا كل يوم مونولوج كل يوم مونولوج. وفي الكوميدي اوقات مش لازم تكون انت الهيرو في الفيديو، باي ذا واي كوميدي از اباوت مليون الف فرع. التحدي ابتدى ومع جنان وكيل من سوريا عن فئه الشعر، منشوف الفيديو الاول تحت عنوان الصحه النفسيه. ثواني وبطلع انا على الستيج، ماني خايفه، الشيء اللي بدي اقدمه انا واثقه منه، شو ما كانت نتيجته سواء اعجب لجنه الحكم او ما عجبهم، قدمت كل شيء بقدر عليه بهالفيديو، حطيت ثقلي كلياته من كلمات لمونتاج لتصوير لكل شيء. فيديو بيستحق اكثر من 70 عن جد، بس حسب هنا لجنه الحكم بعتقد يكون ب60. اول شيء ما في شك انه الشعر جيد، بس حسي انه ما في تطور كتير بالشعر، لازم بعد تشتغلي على انك تطوري من الكلمات، من يعني عم نحس تقريبا نفس الشيء، ما في شيء بيبهر اكثر. ما في شك كمان انك مثلتي كتير حلو، بس ما بدك تنسي انه انت عن فئه الشعر مش عن تمثيل. جنان دائما بتطرح الافكار من منطلق دراماتيكي، بحسها انه حتى يعني دائما بطريقه القائك بتحسي في هيك حزن بمحل ودراما. حبيت الفكره، ما كثير ربطتها بالصحه النفسيه والعقليه، يعني انت عن شو كنتي بالضبط؟ في هلوسه شيزوفرينيا، في هلوسه تخيلات شخص ما موجود، يعني اسمع اصوات. لا فهمت هذا الشيء، بس كان فيها تكون شوي اوضح. في تقدم وتطور مش طبيعي في الفيديو، بهنيكي على ده. الاديتنج والراشز والتكنيكاليتيز اللي فيها مع الاديت بتاع الصوت مع البوست برودكشن كله، يعني تحس اللي هو فاهمه شيء بروفيشنال الفيديو. يعني برافو برافو عليك، انت عاملاه لوحدك صح؟ اكيد. اكيد. مين بيساعدك في من زملائك؟ من زملائي بالمونتاج ما حدا ابدا. مونتاج الفيديو كثير تعبت فيه. اتس بريليانت صراحه. خلينا نشوف العلامه يلي رح تحصل عليها من اعضاء لجنه الحكم على 75 اذا جنان عن فئه الشعر 50. شكرا. بس شو بدي احكي؟ ما فيني، يعني حتى هلا الجمهور بده ينصدم انه مستحيل هيك فيديو يا اخي هيك، فخلص هلا الكل حينبسط اكيد لانه الكل متمنى انه اطلع. الفيديو انا حبيته، بس في محل عم
تكرر حالها يمكن طريقه الالقاء، يعني انا بحس كل قصائدها بتلقيهم بنفس الطريقه، يمكن هذا الشيء اللي ما قدرت اوصله بالوقت اللي كنت عم بحكي. عن جنان الفيديو اللي قدمته حلو، بس لانه لازم يكون احلى ولازم تتقدمه خاصه بالشعر، فمشان هيك اخذت عليه شوي وقت. المشتركين الاثنين يلي حصلوا على اقل معدل علامات بتحدي هالاسبوع هن محمود وجنان. مثل ما عم تشوفوا امامكم، محمود وجنان اذا هن بمنطقه الخطر وبحاجه لدعمكم وتصويتكم عبر فيسبوك. شعور منطقه الخطر بالنسبه لي بعادي لانه نزلت قبل كده فاخذت مناعه، بس احساس جميل برضو ان انت بتسمع راي الحكم اللي بجد فيك هو الجمهور. اقول للعالم يصوتوا للفيديو اللي هم شايفينه افضل وللشخص اللي يستحق انه يقعد، سواء كنت انا او جنان. بين انا ومحمود انا اللي بستاهل ده. طبعا انا عم اقدم شيء كثير حلو بلامس للمشاعر، واليوم كثير انظلم الفيديو مش ابدا. يعني انا لا تعليق، بترك الكلام للناس وللجمهور احنا نحكوا. تصويت الجمهور رح ينقز الليله ويرجع للمنافسه واحد من بين محمود اشرف وجنان وكيل. اتوقع واتمنى انه جنان تفل اليوم. ممكن جنان راح تفل اليوم، حسيت الفيديو مالتها ما وصل للجمهور وللحكم، وكانه كانت ممثله بمسلسل تعبان. اللي يستحق يفضل قاعد في البرنامج من وجهه نظري اذا اخترت ما بين الاثنين حيكون جنان، لانه في تقدم وفي تطور. النهارده عجبني الفيديو، يعني اديت علامات تعتبر عاليه. جنان عم تكرر حالها يمكن طريقه الالقاء، يعني انا بحس كل قصائدها بتلقيهم بنفس الطريقه، الاحساس تبعها متشابه بكل القصائد، فمشان هيك حسيت انه عبالي شوف شيء جديد. يعني في الكوميدي اوقات مش لازم تكون انت الهيرو في الفيديو، باي ذا واي لازم يطلع بره الصندوق شويه. This is comedy in your face. المشترك يلي انقذوا تصويت الجمهور هو مين يا ترى؟ جنان وكيل، ألف مبروك لإليك. جربت اليوم شعور جديد وهو أنه كنت بمرحلة الخطر، وإجتني فرصة ثانية مشان أقدم شيء بعد أحلى بالأسبوع الجاي. زعلت نفس الوقت لأنه محمود فال. انتهى المشوار في النجوم بلا حدود، بس المشوار الأكبر لسه مستنيني في مصر. الفترة اللي أنا قعدت فيها هنا أضافت لي كتير جدا، مش هقدر أنكر حاجة زي دي. أحلى الذكريات بتاعتي هي الذكريات مع الزملاء، وأنا يكفيني شرف إن المرة دي رغم إن أنا خرجت بس كل الزملاء بلا استثناء صوروا، فدي تاج على راسي. زعلان أنا كثير إنه طلع محمود، لأنه من البداية كان معي في الغرفة، وأتمنى له التوفيق في حياته الجاية إن شاء الله. خسارة جدا كبيرة لهذا البرنامج إنه أنت طلعت، بس كسبنا معرفتك وكسبنا روح النكتة مالتك. إنسان ذكي وكوميديان راح يوصل مراحل، يوصل لكل اللي يتمناه. احنا ناخذ بعض بالفضل بعد. الوحيدة اللي انبسطت انه انا ضليت. نور اكثر حدا انزعج وكثير عبق وجهه انه انت ما بتستحقي تضلي ابدا. قلت لا الله طولي بالك نور، الله يجعلها اكبر المصايب. صار في مصيبة جديدة على راسي لنور انه انا بقيت بالبرنامج. معلش. جنان من اكثر الناس اللي ما يستحقوش يكونوا في البرنامج، غشت في الفيديو اللي فات، يعني قعدت في البرنامج على حساب ناس واحد اخرين يستاهلوا، فأكيد ما راحش نفرح لها انا تبقى في البرنامج لانه كاين ناس احسن منها.